طيب تاني حاجة بقى دلوقتي، يعني هنبدأ نتكلم دلوقتي، هنبدأ نتكلم دلوقتي إن شاء الله عن الـ Basic Intensity Transformation Functions. إيه أشهر Intensity Transformation Functions عندي؟ وإيه استخداماتها؟ فهنلاقي أشهر حاجات، حاجة اسمها، أول حاجة اسمها Image Negatives، تاني حاجة اسمها Look Transformation، تالت حاجة اسمها Power Law أو Gamma Transformation. دي شكل الكيوبات بتاعتها. إحنا كنا بنشوف من شوية إن أنا عندي إيه؟ هم عبارة عن شوية، هو الترانسفورميشن كيرف ده عباره عن كيرف معين انا بابلاي عليه انبوت وباخد منه اوت. فهشوف بقى دلوقتي ازاي كان الشكل الفانكشنز المختلفه اللي ممكن تكون تفيدني وانا بشتغل. طيب اول حاجه الايمج نيجاتيفز دي اللي هي الكيرف بتاعها بيبقى من المنظر ده، بيبقى ستريت لاين كده بالنيجاتيف. طيب دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان هي لو انا عندي الانبوت بصفر الاوتبوت بيبقى 255 اللي هو ال ماينس 1، ال دي اللي هي 2 اس 8 اللي هي عدد الليفلز الموجوده عندي. فانا اكتر حاجه ممكن اوصل لها عدد الليفلز ماينس 1 اللي هي 255. فلو عندي مثلا حاجه بصفر هتوصل ل 255، عندي حاجه بواحد هتبقى 200، يعني لو دخل لي حاجه بواحد هتبقى ب 254 وهكذا. فتلاقي الصوره البيضاء بقت، يعني الابيض بقى اسود والاسود بقى ابيض، بعكس الصوره. فدي هي ايه؟ الايمج نيجاتيفز. اللوج ترانسفورميشن والباور لو، ده شكل اللوج وده شكل الانفرس لوج. والباور لو بقى بيبقى ليه فليفرز كتير عشان هو بيديبند على قيمه الباور او حاجه اسمها جاما، والجاما دي ممكن تاخد قيم كتير. اما اللوج فهو في الغالب بنشتغل بلوج 10، فيعني لو غيرت في قيمه اللوج برضه هتاخد شكل كيوبات كتير. فانا في الاخر بشوف بقى ايه الحاجه اللي ممكن تفيدني وابدا اشتغل عليها، زي ما هناخد اكزامبلز كده قدام. اول حاجه اللي هو الايمج نيجاتيف، انا بيبقى عندي الاس اللي هي الاوتبوت بيكسل، قيمه الاوتبوت بيكسل بتساوي ال ماينس 1 ماينس ار، قيمه ماينس ار اللي هي دي قيمه الانبوت بيكسل. يعني الاس دي بتساوي اكنك اي ماينس 1 كله ماينس ار، تمام؟ فكده ايه بتعكس. طيب هنبص هنا هنلاقي الابلكيشن بتاعها. مثلا لو انا بصور بريست كانسر مثلا باستخدام الماموجرام، هلاقي ايه؟ هلاقي ان الصوره تطلع لي كده غالبيتها سودا، وفي مثلا شكل لو في بريست كانسر لا قدر الله بيبقى ايه؟ بيبقى ابيض كده بالمنظر ده. طيب انا ممكن انهانس الصوره دي جاست اعمل عليها ايمج نيجاتيف تحس انها كلها تبقى بيضه، تبقى الحته اللي فيها الكانسر تبقى سودا كده. كده ده بالنسبه لي اسهل في الدايجنوزز عن لو كانت الصوره عامله كده. ده حاجه بسيطه جدا، يعني ما عملتش غير جاست حسبه بسيطه طرح بس، وخليت لي الصوره شكلها اسهل في الدايجنوزز وممكن الدكتور يستفيد منها اكتر. ده اول حاجه عندي في الترانسفورميشن فانكشنز. تاني حاجه، حاجه اسمها لوج ترانسفورميشن، ان الاوتبوت بيكسل بيبقى سي، سي ده كونستنت ممكن يبقى اي حاجه اكنه امبليفاير، يعني بامبليفاي مضبوط في اللوج 1 زائد او او دي هي الانبوت بيكسل. وانا حاطط هنا واحد عشان العود ممكن تبقى بصفر فما نجيبش لوج زيرو. طيب ده بيعمل ايه بقى؟ لازمه اللوج ترانسفورميشن ده اهم استخدام ليه في ايه؟ هو اللوج ترانسفورميشن ده شبه بالظبط الدي بي سكيل اللي بناخده في الالكترونكس. انا بيبقى عندي مثلا كنا بنستخدم الدي بي سكيل ده ليه؟ ده مثلا عندي شكل ال اي بارامتر، اي بارامتر بيتغير، مثلا اي بارامتر بيتغير، وهنا شكل الامبليفاينج بتاعه كامبليفاير مثلا، بلاقي مثلا ان هو بيتغير كده. فانا عايز ارسم احافظ على القيم الصغيره وارسمها على نفس السكيل بتاعت القيم الكبيره، يعني مثلا لو القيم الصغيره دي مثلا بواحد والقيم الكبيره دي مليون،
او المليون هنا على الواي اكسس. فانا علي ايه؟ علي ان انا مقدرش ارسم واحد مع مليون في نفس الصورة في نفس السكيل. انا محتاج حاجة تبقى بترسم لي بلوج سكيل عشان اشوف الواحد جنب المليون على نفس الرسم. هنا نفس الكلام، هنا مثلا لو قيمة البكسلية اللي في النص دي 255 وهنا في صفر وهنا ايه 1 2 وهنا 4 وهنا 100، انا كده الاقي ان 255 اللي باينه والباقي دول بالنسبه لهم مش باينين خالص، انا مش شايف حاجه، كله صوت. لما اخد اللوك ترانسفورميشن لايمج زي دي ابدا اشوف الفاريشنز الصغيره توجذر مع الفاريشن الكبير اللي هو في النص ده. ده استخدمه في ابسط حاجه في الفوريو سبيكتروم، لما اجيب الفوريو ترانسفورمر بتاع ايمج باخد اللوج ترانسفورميشن عشان اشوف، عشان لو انا شفته زي ما هو كده هشوفه ايه كله اسود، عشان كل الهاي فريكونسيز بتبقى موجود، الهاي فريكونسيز في الصوره بتبقى موجوده قليل واللو فريكونسيز بتبقى موجوده كتير، فهشوف اللو فريكونسيز قيمتها بيضاء كده والهاي فريكونسيز قليله جدا، وانا مش هبقى شايف الفاريشنز في الهاي فريكونسيز، فمحتاج اخد اللوك ترانسفورميشن عشان اشوف الفاريشنز زي ما هي بتحصل. طيب تالت حاجة عندي هي الباور لو او الجاما ترانسفورميشن. الجاما ترانسفورميشن دي بقى برضو ببساطة كده، ده الاوتبوت وده الانبوت، ودي ايه الجاما اللي هي بتتغير عندي حسب ما انا عايز، وسي ده جاست ايه سكيل. طيب الباور لو ترانسفورميشن ده حلاوته ان الجاما بتاعته دي ممكن تاخد قيم من صفر لحد ما لا نهايه مثلا. طيب في القيم من صفر لحد واحد ليها بروبرتي، ومن واحد لحد ما لا نهايه ليها بروبرتي تاني. يعني انا ايه لو رجعت بصيت للكيرف ده الاقي ان الباور لما بيبقى مثلا الار باور 5، فار باور 5 ده شكل الكيرف بتاعها بيطلع كده اكسبوننشال، لكن ار باور ونص بيبقى ده شكل الكيرف بتاعها بيبقى ان سبوت. فانا نتيجه تغيير الجاما دي اللي هي كل ده بيندرج تحت ار باور جاما، تغير الجاما دي اقدر ايه ارسم كيرفات كتير جدا، اقدر ارسم كيرفات كتير جدا. تمام. طيب حوار بقى الجاما ده انا ممكن استفيد منه في ايه؟ استفيد منه ان في ديفايسز اساسا بتبقى تاثيرها على الصوره تاثير باور ترانسفورميشن. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لما تبقى الصوره مثلا دي الصوره على الكمبيوتر عندي، لو انا وصلت الكمبيوتر ده بتاعي ده لبروجيكتور فلاقي الصوره طالعه لي على البروجيكتور مختلفه عن الصوره اللي عندي، الاقي البروجيكتور حاطط التاتش بتاعته في الصوره. طيب مثلا مفتحها مخلي الصوره فاتحه زياده عن اللزوم، فانا ايه عشان اعالج الموضوع ده يا اما العب في البروجيكتور كتير، وفي ممكن مثلا إيه انا ما اعرفش اعدل الموضوع ده ببساطه، وممكن بطريقه ابسط بكتير ان انا اخلي الصوره اللي رايحه له مثلا لو هو بيفتح الصوره اخليها غامقه بحيث ان هو يفتحها فتطلع اللي هنا شبه اللي هنا شبه اللي عندي على الكمبيوتر. هو ده حاجه اسمها جاما كوركشن، ان انا بقدر افتح الصوره او اجمعها عشان اعالج حاجه حصلت. طيب فنلاقي مثلا في صوره زي كده مثلا دي الاوريجينال ايمج ودي شكلها لما يطلع المونيتور تطلع مكمقه شويه، فانا ممكن اعمل عليها جاما كوركشن ان انا افتحها بالمنظر ده بحيث لما انا اعديها على المونيتور تطلع دي تطلع من المنظر ده اللي هو تقريبا شبه الاوريجينال ايمج. طيب ده كده البارال لو. في بقى مثلا ابلكيشنز ثانيه زي ايه؟ انا لو عندي مثلا دي صوره السباينال كود، صوره زي ما انتم شايفين كده ضلمه شويه، الديتيلز اللي هنا مش باينه. طيب انا لو خدت الايمج اللي هنا دي اسمها ايه؟ خدت الايمج اللي في A دي عملت ايه؟ عملت لها جاما ترانسفورميشن بجاما ب 0.6 وعملت لها ب 0.4
وعملت لها ب 0.3. هنلاحظ ان الديتيلز اللي هنا دي بدأت تبان اهي، وهنا يعني هنا بانت باينه اكتر، وهنا برضه باينه بس ايه، بس تحس انها هوشد اوت كده، تحس ان الصوره ايه بدأت تحس انها كانها مغسوله كده، ما مش واضحه. فهنا مثلا كان احسن قيمه للجاما 0.6. فهي الفكره مش مفيش حاجه سيستماتيك كده توصل لها، هي انت محتاج تجرب وتشوف ايه القيمه اللي هتظبط معاك في الاخر يعني. طيب هنا مثلا العكس، هنا شغالين على جاما اكبر من الواحد. فانا هنا مثلا دي الاوريجنال ايمج، حاجه متصوره كده بال من طياره مثلا، صوره الارض متصوره من طياره، وهنا لما كانت الجاما ب 3، وهنا ب 4، وهنا ب 5. هنلاحظ ان الجاما لما بتزيد مساحه الضلمه في الصوره بتزيد، فهتلاقي ان الدنيا بدات تضلم شويه، ففي كونتراست بدا يبان، الكونتراست بدا يزيد اهو بدا يبان. بس تلاقي مثلا لو انت وصلت ل 5 هتلاقي ان الدنيا دي بقت سودة قوي، الحته دي بقت سودة جدا، فانت مش شايف، حسب انت يعني، حسب انت في الاخر عايز توصل لاني ليفل. وده اللي انت بتشوفه في الايديت بتاع الصور اللي بيبقى موجود على الموبايلات، اللي هو يفتحها ويغمقها والحاجات دي. طيب في حاجه بقى اسمها بيس وايز لينير ترانسفورميشن فانكشن. ايه بيس وايز لينير ترانسفورميشن فانكشن؟ ده ان انا اقدر اعمل ترانسفورميشن فانكشن على مزاجي. يعني لو الانبوت ده هنا هو ار والاوتبوت هنا هو اس، فانا ممكن اقول مثلا في رينج من كذا لكذا اشتغل بترانسفورميشن فانكشن معينه، ومن كذا لكذا اشتغل بترانسفورميشن فانكشن ثانيه، وهنا ثالثه، وهكذا، واحط بقى شكل الكومباينيشن اللي انا عايزه، بحيث ان انا اعمل سويب للانبوت ايمج بالاسلوب اللي انا عايزه حسب انا اوزع الدنيا ازاي. طيب فدي بقى بتبقى مفتوحه ان انت تحط في كل فتره ترانسفورميشن فانكشن مختلفه. هنا مثلا بنتكلم على ابلكيشن من الابلكيشنز اللي احنا كنا بنتكلم فيها. مثلا لو دي هي الاوريجنال ايمج ولو عملت لها كونتراست ستريتشنج هتطلع بالمنظر ده، تطلع حاجه شكلها حلو كده. لو عملت لها ثريشولدنج يعني تحت ليفل معين، ثريشولدنج ده اللي هو كان عامل كده، كونتراست ستريتشنج ده اللي كان عامل كده. ثريشولدنج ده اللي هو اخليه حاجات اقل من حاجه معينه هتبقى سودا، واكبر من قيمه معينه هتبقى بيضاء. وهتلاقي ان شكل الايمج مثلا لو دي شكل ايمج للحبوب مثلا، فالايمج دي ممكن تكون صالحه اكتر في ابلكيشن لو انا عايز اعد عدد الحبوب. يعني انا ممكن اعد عدد الحبوب هنا باسلوب اسهل، لكن هنا هتلاقيها ان شكل الايمج احلى، بس انت ممكن في بروسيسنج معين ما تبقاش محتاج انها تبقى احلى، محتاج مثلا انها تبقى جاست لا اما كذا لا اما كذا. طيب في حاجة تانية في البيس وايز ترانسفورميشن فانكشن، ان انا ممكن ابقى انترستد في بند معين من الليفلز. فأي حاجة بره البند ده أو مموتها. أو أنا مثلا البند ده أو بعمل له انهانسمنت أضربه في جين، وأي حاجة تانية أسيبها زي ما هي. بقى نلاحظه مثلا في الايمج زي دي. تلاقي ان الايمج هنا مثلا عندي ايه، ده مثلا شكل القلب مثلا، وفي في اللي هو الاورطه معدي بيه طالع منه. طيب انا انترستد في ال في البلاد فيسلز مثلا، فانا لما اجي بصور الصوره دي بالاشعه بتطلع ان الايمج هنا لونها يعني تصوير الاشعه للبلاد فيسلز غير تصوير الاشعه مثلا للحم او للعظم. فانا انترستد في البلاد فيزز، فانا عارف ان البلاد فيزز بتطلع برينج من الالوان وماضي بالشكل ده، وماضي بالشكل ده انا اقول مثلا ان هو بيتراوح ما بين ايه وبي. فانا اقول ممكن اقول الرينج ده هو اللي يفضل عندي او يبقى كمان ابيض والباقي ده يبقى اسود. فده ان الام جي دي اتحولت لحاجه زي كده، انا كده بس ايه شايف البلاد فيزز الموجوده وخلاص. او ان انا اقول اعمل لها انهان اضربها في جيم والباقي اسيبه زي ما هو، فتطلع الايمج حاجه بالمنظر ده. تمام، دي كده البيس وايز لينير ترانسفورميشن فانكشنز. في حاجه ثانيه بقى اسمها ايه، بيت بلين سلايسنج. انا دلوقتي عندي اي بيكسل جوه الايمج
كنا بنقول عليها انها بتعبر بيها ب 8 بيتس من 8 بيتس يغطوا ارقام من 0 ل 255. فانا عندي ايه 8 بيتس. طيب انا ممكن اقسم بقى الايمج لبلينز كده مع نفسي ازاي؟ ان انا اخد كل بيكسلايه واكتبها بشكل بيتس كده بيكسل ده بشكل بيتس بقى 8 بيتس وهنا 8 بيتس تمام. بعد كده ارسم ايمج جاست كونستراكتد من اول بيكسل في كل اول بيت في كل بيكسل اول بيت في كل بيكسل وليكن مثلا دي ايه الموست سيجنيفيكانت. فاستخدم ده ان انا ارسم ايه اللي هي رقم 8 ان هو جاست في ايمج كامله فيها بس الموست سيجنيفيكانت قيم الموست سيجنيفيكانت بتاعت كل البيكسلز وكده اخد البتايه اللي بعديها. يعني مثلا اخد البتايه دي في كله وارسم بيها البلين اللي بعده وهكذا لحد ما اوصل لللوست سيجنيفيكانت بيت اللي هي في الاخر خالص دي اخدها في كلهم وارسم لهم وارسم ايمج خاصه بكل اللوست سيجنيفيكانت بيتس دي. فيبقى عندي ايه 8 ليرز وان الاوريجينال ايمج هي عباره عن السم اوف ذيس ليرز كل واحد مضروب في الويت بتاعه. يعني انا مثلا حضب يعني زي ما احنا مثلا لو رقم مثلا عباره عن 0 0 1 1 فلما عايز احول الرقم ده لديسمال فبقول اول واحد ده مضروب في ويت 2 باور 0 تاني واحد مضروب في ويت 2 باور 1 وهكذا ودي 2 باور 2 ودي 2 باور 3 نفس الكلام كده برضو هيبقى هو ده شكل الصم عشان اطلع الاوريجينال ايمج. طيب لو جيت مثلا لايمج زي ايمج الدولار دي مثلا دي هي الاوريجينال ايمج وبدات احللها بالطريقه اللي انا كنت بقول لك عليها دي اللي هي اسمها بيت بلين سلايسنج لان ده مثلا موست سيجنيفيكانت بيت وده البيت اللي قبليها وده البيت اللي قبليها وهكذا لحد اللوست سيجنيفيكانت بيت لان اللوست سيجنيفيكانت بيت دي فيها تغيرات طفيفه جدا يعني حاجه شبه النويز كده بتحط شويه تاتشات رقيقه جدا في الايمج. فانا لو ممكن لو انا مثلا في ابلكيشن معين اكتفي مثلا بالموست سيجنيفيكانت بس او اخد اول اثنين او اخد اول ثلاثه اجمعهم على بعض. فهنا مثلا في السايد دي هتلاقي مثلا دي ايه دي شكل الايمج عباره عن البلين رقم 8 زائد 7 وهنا 8 زائد 7 زائد 6 وهنا 8 زائد 7 زائد 6 زائد 5. تلاحظ ان هنا مثلا هي عباره عن ابيض واسود وفي جراي. هنا بدا الجراي يزيد شويه فبدات في ملامح تبان ما كانتش باينه هنا. هنا بدات الملامح دي يبقى ليها تبقى ريفايننج اكتر. وهكذا. فدي اسلوب مثلا ممكن تستخدمه كمان في الكومبريشن مش بس في الايمج انهانسمنت. هنجرب بقى نشوف اللي احنا عملناه ده على ماتلاب ونشوف كده الدنيا هتبقى عامله ازاي. هو البرزنتيشن بتاعه سهل جدا على ماتلاب يعني شوفوه ان شاء الله دلوقتي.